اسمي نورة جمعة، من بني صالح، مركز الفيوم. أنا معايا 3 أولاد، وعايشة يعني ديدي أرض بتاع 6 جوازي وكده، فهو يعني عطل كل واحد يهرب من ولاده، فكل واحد خد حتة. أنا بخبز عيش وببيعه، وبعمل كحك وبعمل بسكوت. إحنا بنعجن العيش ونخبزه وبروح أبيعه في الفيوم. ناس كتير بتطلب مني الكحك إن أنا أعمله، البودفور، بسكوت. مكونات الكحك بيبقى 1 كوباية سكر ناعم، ونص كيلو سمنة، وكيلو دقيق، وكيسين فانيليا، وبنحط معلقة بيكنج بودر ومعلقة بيرة. دي المكونات. بنحط الدقيق الأول ونقدح السمنة على النار، ونتش السمنة بالدقيق، ونفضل نقلب فيها لحد ما تبرد. ونكون مجهزين معلقة بيكنج بودر ومعلقة بيرة في كوباية اللبن لحد ما يتفاعلوا مع بعض، ويكون قربنا العجينة تهود عشان ما يعني ما تضيعش التفاعل بتاع البيرة أو البيكنج بودر. ونبتدي نعجن بقى. بنرجع نشكل الكحك ونرصه في صواني ويخش الفرن عادي. كلميني بقى عن الفرن الطين، بنيتيه امتى وفوائده ايه؟ معمول من ايه؟ الفرن ده انا بنيه بقالي 3 سنين، وفوائده كتيره. يعني بعمل فيه كل حاجه، بعمل فيه قرص، بعمل فيه بسكوت، بخبز فيه عيش، بنعمل فيه مثلا صينيه بطاطس، كل حاجه. تعمل فيه كنافه، كل حاجه بتعملها فيه. يعني بصراحه احسن من الغاز. احنا بنجيب عفش من جنبينا من الغيط وبنقيده عادي. بعد كده بتستنيه؟ يعني قولي لي مرحله ان انت ولعتي. هو احنا بنستناه في الحلويات. يعني الحلويات لازم نستنى لما يطلع الدخان اللي فيه عشان ما يغبرش الدخان، ما يغبرش الحاجه اللي بتتاكل، زي الحلويات، زي الكحك، زي البسكوت. لكن في العيش عادي بنرش ميه وبنخبز عيش عادي، ما بيجرالوش حاجه. لازم ان النار تبقى هايده على العيش. ايوه، لما يحمر من تحت او يحمر وشه من فوق بنعرف ان هو طب. تمام. كلميني بقى ازاي بتقضي العيد هنا في البيت وسط الاراضي الزراعيه وكده؟ عادي، يعني بنقضي العيد هنا، خاصه يعني من ساعه اللي حصل محدش بقى بيطلع بره زي الاول، فعادي بنبقى قاعدين في وسط بعضينا هنا عادي. يعني هو احنا بنتجمع والعائله كلها بتتجمع وبنصلي العيد، وكلنا بنتجمع مع بعضينا. يعني نفسي اعلم ولادي، نفسي يعني عيش في البيت يبقى كويس، بس عشان احنا عايشين في غيطان وكده.